بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، أينما تواجدتم في أرجاء هذا الوطن الحبيب، أسعد الله أوقاتكم. آل الصياحين معاذ العاشلوني، عارف الحاج وأشرف المسعيد، وفي الأمام اللاعب عمر عبد الرزاق. صلت معاذ، يحاول معاذ، خطير معاذ، الله على كرة، الله، كرة تلعب الآن، وصلت لعمر عبد الرزاق، الله على كرة، هي كرة عند حسام، حسام، الله، لعبة كرة قدم، لعبة كرة قدم من غير السرحان، وخطيرين الآن لكي يستريح، كرة تلعب داخل منطقة، وصلت عند ماركوس، وما هذه الكرة، يعلن حكم اللقاء، نعم حكم اللقاء أحمد يعقوب عن نهاية المشهد الأول من هذا اللقاء بالتعادل السلبي ما بين مغير السرحان وصريحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، نحييكم من جديد من هنا من ملعب الزرقاء في مدينة الأمير محمد، لننقل لكم ثاني لقاءات الجولة 21. عصافيرة الدقيقة 45، انتهى المشهد الأول بالتعادل السلبي. تم غير السرحان بأن يدخل أحمد القصاونة، وكرة عند قصي، والعرضية التي سوف تأتي الآن من قصي، خطيرة للصريح، يا ولد، على كرة كانت للصريح، وما زالت المتابعة عند طارق، الله، فجرها طارق، ولعها طارق، دمرها طارق، الله، إلى يوسف الدراغمة، يوسف السدد، الله، راح عارف، خطير الحاج، هي اللي عارف، عرضية عارف، الله، وصلت لعارف الحاج، والزعبي قطع عارف، كاد أن ينهيها عارف الحاج، ولكن هناك كلام آخر للزوبي، كرة وصلت الآن، الله على لقاء يا طارق، تيم أسهلت يا طارق، هي حلاوة، هي حلاوة، هي غير، هي للصريح، خطير، الله، انتهت الحكاية يا سادة يا كرام، الصريح ما يطيح، وهدف ثاني من خلدون قسام، الصريح لاعب، وبهذا الانتصار وبهذا التقدم يعلن حكم اللقاء أحمد يعقوب عن نهاية هذا اللقاء بانتصار الصريح بهدفين مقابل لا شيء.